اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. ازيك يا كريم؟ ازيك يا بتسلم؟ كله كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. عاملين شعركم انتوا النهارده ومية مية. الحمد لله. مش كل يوم بتعملوا شعركم بالشكل ده. ها؟ عصام بقى. ولا عندك اجهاد؟ لا ممكن اجهاد. ممكن اجهاد. 11 واحد اجهاد، ما احنا معاهم برضه. كل واحد دلوقتي بقينا بنتكلم في الاجهاد، والناس بتعتبر، بما اننا بنتكلم والناس بتعتبر ان كلامنا عن الاجهاد تبرير او شيء من هذا المنطلق، وهو في الحقيقه، في الحقيقه بالنسبه للاعب كره القدم، بلاش بالنسبه للاعب كره القدم، بالنسبه لاي شخص في العالم، بيقول لك الاجازه في اوروبا يوم الاحد دي الناس كلها بتبقى ما بتعملش حاجه في حياتها غير ان هي تاخد الاجازه فعلا علشان تقدر تكمل بقيه الاسبوع. وبالتالي انا بقالي سنتين ما بعملش حاجه غير ان انا بلعب مع منتخب مصر وبلعب مع النادي الاهلي عشان اكسب كل المباريات وكل البطولات اللي انا بلعب فيها، وفي نفس الوقت يعني بيتلام عليا دلوقتي. هو مفيش فريق في العالم بيحصل فيه في النادي الاهلي ده، يعني من عدد المباريات ده علم. اولا التدريب ده علم، انت يعني الحمل البدني واللود وعدد المباريات ده علم. مفيش لعيبه بتلعب 150 بالعدد الموجود ده، 150 مباراه في اخر سنتين. اكيد يعني عدد المباريات كبير قوي قوي. احنا لاعبين 4 ماتشات في اخر 9 ايام. يعني ده لسه يوم من 14 اغسطس ل 23. 9 ايام هتلعب فيهم 4 من 21 ل 30 احنا لاعبين 4 ماتشات في 9 ايام. يعني ده يا جماعه ده حمل بدني كبير جدا. يعني انا بيقابلني بعض الناس الزملكاويه يعني بيقولوا لي ايه فين الاهلي بمنحدر وفين. يا جماعه ماشي الاهلي بمنحدر وكل حاجه، بس انت اللي بيحصل دوت مش يعني مش بيحصل في اي دوري في العالم، مش بيحصل في اي نادي في العالم. كميه انت لعيبه النادي الاهلي هي القوام الاساسي لمنتخب مصر، اكتر نادي فيه لعيبه في منتخب مصر لعيبه النادي الاهلي، بيبقى فيه 9 او 10 لعيبه او من 7 ل 10 لعيبه. بالتالي اللعيبه دي تم استهلاكها بدليل الاصابات الموجوده كلها مزق. المزق ده كويس ان انت قلت لي الموضوع ده، لانه الحقيقه كنت عامل حسابي ان انا هتكلم فيه في الاول، بس وقع من دماغي ان معظم الاصابات عضليه، وبالتالي اذا ده اجهاد واضح. ده المزق والشد. يعني في اجهاد، المزق والشد، والمزق ده يعني خلاص طرقعت الاخر. يعني ده من كتر الاجهاد، من كتر يعني زي الشرخ الاجهادي كده، من كتر ما انت عمال بتلعب ومن كتر ما انت مجهد قلبت بشرخ. وبالتالي الاصابات الموجوده دي كلها بسبب الاجهاد. واحنا مش بنتكلم كده في اكيد في بعض الاخطاء، في حاجات غلط اكيد ان شاء الله هنصلحها في الفتره الجايه، ولكن الاصابات الموجوده دي ده علم. النهارده ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونه وريال الفرق الاوروبيه كلها بتعمل في حاجه اسمها بري سيزون. انا نسيت البري سيزون ديت في اخر 3 اخر 5 سنين، ما شفتش لعيب، ما شفتش فتره اعداد. احنا كنا دايما بنستنى نشوف فتره الاعداد بتاعه النادي الاهلي في المانيا، ولا هتبقى في هولندا، ولا هتبقى فين، ونشوف اللعيبه مسافره ويجهزوا لنا فتره اعداد ونقعد نتابع المباريات ونحلل المباريات دي. الكلام ده احنا ما عادش بنشوفه اصلا. ما عادش في فتره اعداد على جيلكم، كنتوا بتعملوا معسكر الاعداد. احنا كنا بنستنى اليوم ده علشان اللي يعني، بس احنا كنا برضو قعدنا سنتين تقريبا ورا بعض ما بنريحش، لكن في الثالث هو خلص الدوري بدري وقعدنا وقت طويل. انتوا رحتوا المانيا تقريبا وعملتوا في فرنسا الفتره كلها، جه فتره برضو لعبنا مع ريال سوسيداد في اسبانيا، ورحنا فتره عملنا. كنا بنعمل دايما بري سيزون. في حاجه اسمها يا جماعه بري سيزون، ان ده الحمل اللي بيجهزه اللاعب عشان يقدر يستحمل باقي الموسم. ده مش موجود في النادي الاهلي اصلا. مش ما عندناش الفرصه ان احنا، ده هم يا دوبك بس لما بياخدوا فتره راحه الناس بتقول لك ده انتوا مدينهم فتره راحه. كريم، السنه دي كمان 30 اغسطس هينتهي الدوري، او 29 نعم. بالنسبه للنادي الاهلي، بعدها ب 10 15 يوم لو وصلت الى نهائي كاس مصر 2021 22 ان شاء الله تلعب فاينل، هتلعب فاينل، وبعدها الدوري هيبدا بعدها ب 10 ايام او 15 يوم الدوري، وبعد كده كمان في اللي هو السوبر. طيب. كمان في غير السوبر، غير السوبر في المنطقة. طب ايه ده يعني؟ طيب. هل من الممكن ان يكون ده شكل فريق؟ بص يا كابتن اسلام، طبعا انا على المستوى الشخصي مؤمن تماما ان احنا مش عايزين نحط اي تبرير لاي اخفاق، بس لازم الناس تعرف حاجه. فكره ان انت تحاول قد ما تقدر تطلع مبرر واحد فقط، واحد بس لاي ازمه، ده امر مستحيل في كره القدم. ليه؟ كره القدم فيها عوامل كتيره جدا جدا. ببساطه اكيد انا مش عاقب وماليش الحق ان اعقب على اي تعقيبات للجماهير. احنا قلنا ان الجمهور هو العامل، العنصر الوحيد في المنظومه اللي عنده مطلق الحريه
يطلق كلامه أفكاره كومنتاته زي ما هو عايز، زي ما هو عايز، لكن ما يفرضهاش على المسؤول. لأن النهاردة لما تتحط في موضوع مسؤولية الموضوع بيختلف. يعني النهاردة مثلا في ديبيت شغال، ده موسيماني كان كمل كان زماننا كسبنا، لو موسيماني ما كانش كمل ما كناش كسبنا، دخلنا نظر في الديبيت. اه دي وجهات نظر، ولكن لما نيجي النهارده نشوف كم الاصابات العضليه أيوة لعند النادي الاهلي، ده دي بقى معلومه مش وجهه نظر، مستحيل مستحيل الجهاز الفني الحالي يشيل مسؤوليتها، ده مستحيل. ده في الرياضه عامه، في اي لعبه سواء جماعيه او فرديه، لما بنجيب مدرب احمال جديد استحاله تاخد منه ناتج شغل غير بعد تقول له كده ست شهور سبع شهور، يعني في شهر واحد لا شهر واحد شهرين دي مستحيل، لا شهر يناير يعني مستحيل، لا مستحيل ما ينفعش. ليه؟ لان انت جاي اصلا على شغل حد قبليك. ونتكلم بصراحه، لو انت داخل المجال، لو انت داخل المجال فنيا او حتى احمال، ممنوع انك تتكلم على زميل ليك، لا يصح لا يليق. انا مثلا في مجال اعلامي، حتى لو شفت مثلا اذا بقول مثلا اذا شفت خطا لحد انا جيت عليه، انا مستحيل اقوله، مستحيل ذوقيا ولياقيا وادبيا انا مستحيل اتكلم فيه. فلازم النهارده بقى احنا واقفين على رجلين. وعايز اقول حاجه يا كابتن اسلام، الجيل الصغير اللي ما حضرش النادي الاهلي في بدايه التسعينات وبدايه الالفينيات، احب اقول له النادي الاهلي في بدايه التسعينات واجه ظروف اشد بكتير من اللي احنا بنواجهها دي. ايوه، اذا كان الناس بتقول ان النادي الاهلي بيمر بازمه او بكارثه في موسم، المفروض لما نيجي اخر الموسم هنقيم، هنعمل بقى تقييم كامل للموسم، هتقول انا كسبت افريقيا وكسبت برونزيه، يعني في بعض الامور، في مواسم يا جماعه النادي الاهلي طلع فيها صفر صفر وكان ادائنا سيء جدا. مع بدايه الالفيه برضو مرينا بيه ثلاث مواسم صعبين، كان منهم موسم كويس اللي هو بتاع 2001 2002، خدنا فيه افريقيا وخدنا فيه السوبر افريقيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما وفقش في بطوله الدوري، وشهدت مباراه 4-4 الشيله حضرتك طبعا عارفها. فده معناه ايه؟ ده معناه لو احنا كده بصينا كرقميا، بدايه كل عقد، بدايه كل عقد بتشهد كبوه للنادي الاهلي بيتبعها حمله من التصحيح. اوكي، تقعد عدد من السنوات، احنا خسرنا موسم افتكر 90 91 91 92 92 93 موسمين نادي الزمالك، حاجه 93 موسم نادي الاسماعيلي وموسمين نادي الزمالك، بعد كده النادي الاهلي رجع ليه سبع سنين من اول 93 94 مع بدايه العقد اللي وراه. النادي الاهلي خسر موسم 2000 2001 2001 2002 2002 2003 وزودنا كمان 2003 2004. فاللي عايز اقوله ان اللي احنا بنمر بيه ده واحد من الاوقات، طبعا لازم يكون في نقد، بس في نفس الوقت لما اشوف هذا الكم الاصابات العضليه، هنا بقى لازم ارجع لمختصين، ده مش فنيات. لما النهارده اثنين يقعوا مني في 11 دقيقه وابدا احاسب المدير الفني حساب الملاكين، ده امر صعب جدا. أوكي، بكل امانه امر صعب جدا. والاصابتين اللي خرجوا في اول 11 دقيقه من مباراه المقاولين اصابات عضليه مش اصابه تدخل. فاحنا في وقت، وعايز انهي الحبه اللي اتكلمتهم دول، الاوقات الصعبه، الاوقات الصعبه هي اللي بتصنع البطل مش الاوقات الحلوه. الاوقات الحلوه سهله، بدليل ممكن بقول مثلا النادي الاهلي بعد اسبوعين من الان يجي في يوم كده يقول لنا يا جماعه انا تعاقدت مع 10 لعيبه، ممكن ده يحصل، وممكن 10 لعيبه دول ان شاء الله يعني يبقوا فات وزي الفل تمام. وفي الكره المصريه بصراحه ببساطه، الفريق اللي بيجيب لعيبه كويسه مره واحده بيكسب، ممكن تجيب لعيبه كويسه جدا 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 يفرقوا معاك فنيا. نعم، هل هنا ساعتها نتحول بالكلام؟ طيب الناس اللي تعبت والناس اللي شالوا فتره وبعد كده وقعوا نرميهم؟ لا، يبقى احنا محتاجين ايه؟ نقيم ونبقى واقفين على الواقع بشكل افضل، ونيجي كده نقول يا جماعه في فلان يستحق انه يكمل، لا فلان واضح كده احنا حاولنا كذا مره، لا ما ينفعش. المدير الفني مثلا النهارده راجل بقاله شهر، هل ينفع انا اقيم جهاز فني واول مره في تاريخ النادي الاهلي في وجهه نظري ان احنا بنعمل التخصصات دي؟ احنا اول مره بنعمل تخصص فيسيولوجي وتخصص مش عارف ايه، يعني الجهاز الفني في عدد كبير، حتى اعتقد مستر مانو جوزيه ما كانش معاه العدد ده، عدد الاجانب اللي معاه ده. فاكيد بنى فريق يا كابتن اسلام يحتاج الى الصبر، واحنا فعلا بكل امان رقميا احنا ما اختلفناش على الموسم اللي فات، عشان بس نبقى واضحين مع بعض دلوقتي ارقام، يعني الموسم اللي فات
انا قعدت وقعدنا نتكلم على 3-4-3 ونتكلم وبرده خسرنا نقاط مع نفس الفرق تقريبا، نفس الفرق اللي بتعاني في مؤخره الجدول هي اللي بتضيع النقاط عن النادي الاهلي، بخلاف طبعا الخساره من نادي الزمالك في فاينل الكاس. والسنه دي برده قبل ما نروح نلعب الوداد احنا خسرانين من المصري، متعادلين مع الجيش، متعادلين مع سيماك البطرة، كسبانين ام بي فوز الهي بحت في اخر 3 دقائق. فالاداء محل كسبانين فوز الهي الاداء الاداء الموضوع مش موضوع ممكن ما يبقاش يعني في مشاكل كبيره جدا مكمله. عشان نبدا نبحث في الوقت الحالي مين سببها ده مش وقتها، مش هينفع، لان احنا عايزين نخلص الموسم. بعد ما نخلص الموسم نبدا نقيم كل الامور. حلو جدا، ولكن من دلوقتي نقدر نقول ان هناك، خليني اقول لك ايه، بعض القصور الفني زي ما الناس كلها بتجمع على هذا الامر، هناك بعض القصور الفني اللي موجود بين بعض اللاعبين جوه الملعب، دي نمره واحد. ولكن في نفس الوقت هناك تحكيم غير عادل يؤدي او ادى الى فقدانك 12 نقطه. انا جبتها امبارح او اول امبارح في الحلقه، 12 نقطه بالادله والبراهين وامور واضحه وصريحه، اخرها كره حمدي فتحي مع امير عابد او ايمن امير عابد لاعب المقاولين العرب اللي في رجله كان المفروض ان هو يطرد، كلها امور واضحه وصريحه ساعدت في ان النادي الاهلي يفقد 12 نقطه حتى الان، حتى هذه اللحظه، وما يقدرش ينافس على الدوري. تخيل لو احنا معانا ال 12 نقطه دول كان ايه اللي حصل؟ هيبقى الوضع مختلف. ده رقم 2. رقم 3، اذا قلنا ان هناك حاله من الاجهاد العام واتكلمنا فيها النهارده وقلنا ان هناك لاعب من اللاعبين قفشه على ما اتذكر 130 مباراه في اقل من موسم او في موسم في سنه و8 شهور، في سنه و8 شهور 130 مباراه، وبالتالي لو حطينا عليهم يعني قول 150 مباراه، وبالتالي 75 مباراه في الموسم، والمعدل العالمي ما بين 50 ل 60 مباراه في الموسم. فكده اقدر اقول ان انا بتكلم على امور تكون واضحه للجمهور يستطيع بيها ان هو يبني افكاره للمرحله اللي جايه. صح، يعني حضرتك اتكلمت في 3 نقط مهمه جدا صراحه. انت كنت عايز تقول حاجه يا كريم؟ احمد دي عشان اساسا اطول، كمل يا احمد وبعد كده هكمل. اول حاجه الاخطاء التحكيميه، يعني بصراحه ده مسلسل موجود من السنه اللي فاتت. اوكي، نفس الاخطاء التحكيميه بتحصل برضو مع النادي الاهلي، يعني واخطاء تحكيميه يعني ده بالذات حكم الفار في مباراه الاهلي والمقاولين. حكم صغير في السن وكل حاجه، بس احنا ما بنسمعش عنه اصلا. مش فاهم يعني، معلش احمد، يعني حكم، انا قلت كده برضو، بس يعني ايه حكم صغير في السن؟ ما هم جايبينه يعني عشان يجربوا في الاهلي، عشان نجرب في الاهلي والمقاولين. طب المقاولين بينافس على الهبوط، يعني النقطه بتفرق معاه، والنادي الاهلي بينافس على الدوري، النقطه بتفرق معاه. نجيب حكم صغير في السن نحطه؟ مش عارف عشان اقول صغير في السن ومحتاج خبرات؟ وبعدين ده في لعبات، في 3 طرد في المباراه الاخيره، 3 طرد بس للمنافسين بتوع النادي الاهلي. لو النادي الاهلي يعني في الثلاث مباريات اللي احنا يعتبر ما حصلناش، المقاولين طرد الامير عابد، لو نستعرض الحالات طرد الامير عابد واضح جدا الطرد، يعني حكم الفار فين؟ وهل الفار كان شغال في الماتش ده وهو اشتغل بس وهو اشتغل بس في الحاله اللي هي يلغي فيها هدف للنادي الاهلي بس فاهم؟ يعني ده الغريب جدا. يعني انت حاله طرد، ما تجيب الراجل حكم الفار، يجيب حكم الساحه وتعالى شوفها، حتى خليه يشوفها. لكن مش كل سنه هنقعد نتكلم في الاخطاء التحكيميه ديت وهي واضح ان هي بتبقى يعني موجهه او ضد النادي الاهلي تحديدا. أوكي، ليه يا جماعه؟ ليه؟ ليه يعني؟ وبعدين كلاتنبرج لسه هيوصل، جابوه بعد ما يبقى شبه الدوري اتحسن. ليه ما وصلش بدري كلاتنبرج؟ عشان كان عنده عقد مع الاتحاد اليوناني، ما انا قلت قصه، ودلوقتي عمل عقد مع رابطه الانديه اليونانيه، فهل سيكون متواجد معانا ولا متواجد مع رابطه الانديه؟ ما حدش عارف. هات عندنا 3 طرد يا كابتن اسلام لم يتم احتسابهم، نمره 1 لامير عابد ومعانا الفيديو دي واضحه جدا، الطرد الثاني بتاع احمد توفيق في مباراه بيراميدز بين الشوطين وراح المدرب تكيش جونياس مغيره. طب يعني ده مش الطرد ده كان هي يعني طرد امير عابد ده في الشوط الاول قدام المقاولين في الدقيقه 31 وطرد احمد توفيق في الدقيقه 47 في الشوط الاول، في اخر الشوط الاول، يعني الشوط الثاني كان هيلعبوا ناقصين. والطرد الثالث بتاع سيف العجوز بتاع مباراه الجونه اللي داس على رجله وبعدين اللعيبه، يعني لو نستعرض بس الحالات هتلاقي ان ثلاثه طرد في المباراه الاخيره، في المباراه اللي النادي الاهلي اتعثر لم يحصل المنافس عليه. فانت بتتكلم في اخطاء تحكيميه
فجه يعني اخطاء تحكيميه صعبه قوي يا جماعه. أوكي. صعبه ليه 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 دايما النادي الاهلي هو اللي بيتعرض في الفتره الاخيره في السنتين الاخر لاخطاء تحكيميه لدرجه ان في بعض الانديه طلبت بالغاء فقره التحكيم. طب ليه هم طلبوا بالغاء فقره التحكيم؟ لان كل مره الاخطاء لصالح ضد الاهلي، ضد يعني لكل المنافس بتاع الاهلي ولصالح المنافسين، فالناس بدات تفكر لا انا الغي فقره التحكيم ده عشان خاطر ايه الناس ما تبص وما تركزش مع اخطاء التحكيم، الناس فعلا الاخطاء. طب يا جماعه ده انا يعني استفدتوا ايه؟ يعني انا مش فاهم لما توقعوا في النادي الاهلي بالشكل ده هتستفادوا ايه؟ ما النادي الاهلي ده النادي الوحيد بصراحه في مصر، مش بصراحه دي الحقيقه، اللي بيشرف لما بيلعب في دوري ابطال افريقيا هو النادي الوحيد اللي بيشرف مصر. في انديه ما بتوصل يعني ما بتوصلش لدور الثمانيه ولا نص النهائي. برضو او هل من الصح ان احنا نقول 1 2 3 عشان يقدر يفكر فيهم الجمهور خلال لتقييمه للاعبين خلال الفتره الجايه؟ في اسباب كتير، مش منفعش نحط سبب واحد زي ما حضرتك قلت كده، في كذا سبب زي ما قلنا الاخطاء التحكيميه، في اخطاء فنيه. انا طبعاً شايف انا بلوم بعض اللعيبه اللي هي مفروض كانت تاخد فرصه. انت خدت فرصه عمال تقول لي اديني فرصه اديني فرصه، اديك جات لك الفرصه وما استفدتش بيها. بعض اللعيبه بمنتهى الصراحه جات لها الفرصه وما تمسكتش بيها، مفيش روح، مفيش اللي هو يثبت لك ان انا عايز ان انا عايز ادي عايز ان انا بلعب في النادي الاهلي. في لعيبه تحولت لمجرد، بكل صراحه بعض اللعيبه تحولت من وجهه نظري انا شايف ان بعض اللعيبه تحولت الى موظف، ان انا بروح وباجي مفيش روح مفيش شخصيه. دي بعض ده برده من ضمن الاسباب ان انا في بعض اللعيبه البدله تحديدا اللي هي كانت محتاجه فرصه وجودها في النادي لا كان لازم يكون افضل من كده يا كابتن اسلام. لكن ده واضح وده واضح للناس كلها، ده واضح للناس ودي من ضمن الاسباب. الحاجه الثانيه برضو انا شايف ان تغيير يعني الماتشات الكتير المباريات الكتير اللعب الكتير في العدد الكامل من المباريات دي، احنا تقريبا كل اسبوع بنحلل ماتشين، حد واربع او سبت وثلاث تقريبا كل ماتشين، مفيش فرقه بتلعب كده، الفرق المنافسين كلهم بيلعبوا ماتش في الاسبوع ويأجلوا لهم ماتش ويعملوا لهم مش عارف ايه، بتلعب يلعبوا ماتش في الاسبوع. ما برضو بص على المنافس يا جماعه لما تيجوا تقيموا ما تظلموش النادي الاهلي، بصوا النادي الاهلي بيلعب في ماتشين في الاسبوع. عند الطرف الثاني الناس عماله تقول لك ماشي الطرف الثاني بس بيلعب ماتش في الاسبوع مريحين. ما عشان كده بيقول لك هو الزمالك ما بيتصابش منه لعيبه ليه؟ أوكي. الناس كلها بتقول ملاحظين الموضوع ده، الزمالك ليه وبيراميدز وبيراميدز ربنا يحمي كل اللعيبه يعني طبعا احنا مش عايزين اللعيبه تتصاب، ولكن ليه الاصابات بالشكل ده في النادي الاهلي؟ ليه الاصابات في ليه؟ لان النادي الاهلي بيلعب ماتشين في الاسبوع بيلعب بصفه مستمره، فبيتم يعني هلكه اجهاده بدني. وبالتالي لو شفنا جدول الاصابات بتاع النادي الاهلي اللي حضرتك استعرضته، ال 11 اصابه كلهم مزق اجهاد مزق اجهاد، ده نتيجه تتابع الماتشات، فده من ضمن الاسباب. يبقى اتكلمنا على الاخطاء التحكيميه، اتكلمنا ان في بعض اللعيبه محتاجه تكون افضل من كده الفتره الجايه وتراجع حساباتها عشان تكمل في النادي الاهلي. السبب الثالث الاصابات، بص حضرتك الاصابات كام مزق، احمد عبد القادر مزق، طاهر محمد طاهر مزق، صلاح محسن تم الاعلان ان هو اجهاد، احمد كوكا مزق، عمرو السوليه مزق، بيرسي تاو مزق، طبعا في عضله اماميه وفي عضله خلفيه، محمد شريف مزق، فكل ده مزق. المزق ده نتيجه الايه؟ مزق وشد الاجهاد مزق وشد. الثلاثه الاخرانيين حسين وعمار واكرم ماشي، ده جراحه، واحد بيعمل جراحه والرباط الصليبي ده قضاء وقدر حاجه من بتاعت ربنا. لكن الباقي مزق والاصابات دي ده نتيجه ان انت بتهلك لعيبه النادي الاهلي، بيلعبوا دوري ابطال افريقيا بيلعبوا كاس عالم للانديه. رغم كده احنا انت بتتكلم انت في اسوأ فتراتك، ولكن يا جماعه احنا وصلنا اخذنا برونزيه كاس العالم في يناير. اخي تخيل احنا عندنا جمهور عظيم جدا، بمعنى ان جمهورنا كريم لما يعني انت لما بتوصل نهائي افريقيا 3 مرات وخدت 2 وخسرت الثالثه، او في اخر 6 سنين انت وصلت لنهائي افريقيا 5 مرات ولعبت وصلت ثالث عالم مرتين وخدت سوبر وخدت سوبر مرتين افريقي ومحلي، ومع ذلك الجمهور زعلان ان انت طبعا انا عشان دي تقاليد النادي عشان دي تقاليد النادي اللي دايما احنا بنشتغل للنجاح. ونقطه مهمه جدا الناس ما بتفهمش، ان الناس بتشجع النادي الاهلي عشان بيكسب. محدش بيشجع النادي الاهلي عشان بيكسب، الناس بتشجع النادي الاهلي طول عمر النادي الاهلي هو رمز للنجاح. يعني ايه رمز النجاح؟ ان انا اشتغل. حتى احنا بنقول مثلا كلمه روح الفانيلا الحمراء او بلس 90، دي بتيجي من ايه؟ دي بتيجي ان انت عمال تشتغل 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 تشتغل، لما ربنا سبحانه وتعالى بيلاقي ان انت قدمت كل ما تستطيع فعله بيديلك من عنده زي كده جون ابو تريكه في الصفاقسي بالظبط. الكره في وجهه نظر الكره دي ممكن تعيدها 1000 مره ممكن ما تخش، دي هتخش ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك. لا انت عارف تحديدا كره ابو تريكه لو عدتها 1000 مره هتخش 1001
لاسباب كتيره جدا. فاللي عايز اقوله بقى نقطه مهمه جدا يا كابتن سليمان عشان الناس بتكلمنا احنا بنتكلم على التحكيم كتير. في انا مؤمن تماما بقاعده في كره القدم في بعض الاحيان كابتن سليمان، في بعض الاحيان جيلكم مثلا جيلكم راح لعب ماتش انيمبا في ابوجا 2005 1-0 جول 1-0 عماد متعب في ابوجا، كان حكم المباراه دي كيم لي شونج. تمام. والله يا جماعه لو اي حد غير كيم لي شونج انا بقسم بالله في المباراه دي الشوط الثاني مفيش اوفسايد اتحسب على انيمبا اوفسايد، في كوره الحضري كان واقف وراح ياخد الكوره اوفسايد راح ياخدها واللعيب بتاع انيمبا سايبها الحكم ما رفعش. لقى زميله بيقول له العب روح حتى جول. بس فرقه النادي الاهلي ساعتها من قوتها ومن جبروتها تستحمل ان هيبقى عندها قدامها اخطاء تحكيميه ولا يفرق معايا. اوكي. قوه الفريق يستحمل. بس لم نكن نتعرض لمثل هذا الاجهاد. جيلكم كان يقدر في موسم مثلا 2004-2005 بيلعب دوري وبيلعب دوري ابطال وبيروح يلعب كاس العالم ساعتها كان في اليابان وساعه بيولوجيه وبعد كده اتعلمنا ورحنا قبليها بفتره تاني موسم قدرنا نلعب موسمين متتاليين هم دول فعلا. ليه؟ اللي كان فيه اعداد بدني. امتى بدات فعلا تقع بدنيا لو تفتكر؟ بعد المونديال، بعد المونديال الثاني مباراه الاسماعيلي 3-0 2007. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفرقه ساعتها وطبعا ايه انت بتتكلم قوام النادي الاهلي بيلعب منتخب مصر برضو يعني بيتاخد تصفيات كاس عالم وكاس امم هم بالظبط كل الشله دي مع بعض بتلعب نادي وبتلعب منتخب. فقدروا يستحملوا 3 سنين اوكي لغايه لما وقعوا. يبقى حاليا عشان بس الناس تفهم احنا ليه ساعات بنفرق بس ايه؟ نعم؟ الاخر وقعت بس خلاص ايوه ما انا جاي لك اهو. ما هي بالظبط هي نسبه وتناسب اللي حضرتك بتقول ده نسبه وتناسب. الوقت الحالي في الوقت الحالي بكل امانه قوام النادي الاهلي وفي الفتره الاخيره ما يستحملش خطا تحكيمي. يعني انت لو ظلمتني في خطا واحد انا غصب عني لازم اقف عنده. ليه؟ لان انا ما اقدرش استحمل هذا الكم من الاخطاء التحكيميه وتقول لي نافس. ايام جوزيه اقدر يا باشا اعمل اللي انت عايزه. ليه؟ انا فارق الفرقه بقول لحضرتك ماتش والله انا فاكر الماتش ده مفيش اوفسايد بيتحسب. ايوه الراجل ما بيرفعش انا يعني وكسبت واحد يعني على فكره. بس معلش عشان ما تظلمش الجيل ده، الجيل ده برضه بيلعب 17 مباراه هو جيلهم بيلعب 14 مباراه 14 فرقه في الدوري. صح مش مختلف معاك دي مهمه جدا. صح يعني دي نقطة جيلهم نقطة رقمية صحيحة للإجهاد. بس هضيف على حاجه ثانيه برضه خلي بالك برضه يا ثابت ان احنا مثلا فتره ريني فايلر اوكي شفنا ما يشبه الفتره بتاع جوزيه اللي هي 2004-2005 شفنا ما يشبه نوع عد الفرقه كويس بدا يمشي ويلعب باسلوب معين وبدا يسستم الفرقه بحيث ما كناش نعرف مين مهم. يعني جيرالدو كان ينزل يعمل نفس دور الجناح كل الفرقه كانت تروس يعني بتشتغل في حته واحده. ربما مع بيتسو موسيماني كنا بنقول في افريقيا ممتاز جدا كنا نقول كده في افريقيا ممتاز جدا بيتسو موسيماني عالمي والحد. وكمان خلي بالك بيتسو موسيماني كان يسافر افريقيا ما عندوش ازمه ليه؟ متعود الحته بتاعته. المشكله كانت فين؟ المشكله كانت في الدوري المحلي. وعشان كده انا بكرر كلمتي تاني نفس الموسم السنه اللي فاتت هو كوبي وبيست مع الاخطاء التحكيميه. فانا بس بقول للناس اللي بيسالوني يا كريم انت كل فقره بتقول يعني بتتكلم على الاخطاء التحكيميه لازم. لان الفريق ما يستحملش حاليا خطا تحكيمي. انا النهارده عايز حقي 100%. لو انا بلعب بنفس الستايل جوزيه او الفرقه بتاعه جوزيه بنفس فرقه ريني فايلر انا كسبت 17 ماتش ورا بعض. لو انت ظلمتني في ماتش او ماتشين انا مش هفتكرهم. ليه؟ انا فارق بجاب، انا عندي فرق 25 ولكن او 30 نقطه. كلامك مظبوط ولكن عندما تتكرر يعني ايه؟ يعني انا هاجي كل شويه اضرب كريم اضربك وامشي. انت ايه تقول طب هو اصله اسلام مش عارف ايه صح. فامشي وبعدين الثاني يوم اجي اضربك نفس الضربه وامشي وبعدين ثالث يوم اجي اضربك نفس الضربه. اخطاء متكرره وواضحه يا كريم. يعني ايه واضحه؟ يعني لا تقبل الجدل. نعم. يعني الثلاثه طرد اللي اتكلم فيهم احمد ثابت هل دول يقبلوا الجدل؟ يعني هل ممكن حضرتك لو جبت واحد زملكاوي لو جبت واحد بيشجع بيراميدز لو جبت واحد بيشجع سموحه لو جبت واحد بيشجع الاتحاد وسالته الثلاثه طرد دول يتحسبوا ولا لا؟ يقول لك ما افهمش كلام. هو الاكثر من كده يا كابتن اسلام عشان برضه هقولها ويعني لا اقول اللي انت عايزه خلصنا اللي في ضميرنا. الكوره بتاعه حمدي فتحي مع امير عابد والله بكل امانه بجد والله الكوره دي
المخرج لما عادها، طالما المخرج عادها مليون في المية مليون في المية اتعادت قدام حكم الفار بكل امانه. واحنا متعودين القانون واضح، التاكلينج في الكوره ولمست اصبه الرجل باصبه الرجل خلاص وهي ثابته خلاص. او لا يعني اصبه في اصبه خلاص ده تلامس، بتعدي اصبه في اصبه عادي، اصبه فخد تلامس مفيش مشكله بتحصل، ده احنا برضو احنا بنلعب كوره استرزات في انما أصبة. بنتكلم استرزات في اصبه بنقف وبنقول للحكم ما تطردوش اهو اهي، ما بنقولوش تطردوا، بنقول لو سمحت الكوره دي فيها امكانيه وجود كارت احمر، لو سمحت روح شوفها. يا راجل كارت احمر امكانيه؟ طب هسألك كمان سؤال حاجه ثانيه، يا نهار ابيض، كم برنامج يا كابتن اسلام من السنه اللي فاتت من ساعه دخول الفار مصر، كم برنامج تلفزيوني وديجيتال في مصر بيتكلم على تحذير الحكام من الاخطاء في المباريات؟ كتير قوي، كتير جدا صح؟ بالعقل كده والله بالعقل، يعني نفكر مع بعض، انا حكم فار اتخذت مثلا في ماتش بكره واللقطه دي، اللقطه دي انا هطلع بطل ولا هتكلم على لقطه الجون ولا هتكلم، مع اني يعني مختلف، انا شايف الجون جون بس ما علينا، هنتكلم على اللقطه دي عشان ما ننصرش الجدل. اللقطه دي انا شفتها قدامي، بالله عليك يا حكم الفار بالله عليك ازاي طرد. ما شكيت، لا مش قلت له طرده، ما بقولش اقول لك قول له طرده، ما شكتش للحكم، ما شكتش ازاي ما شكتش انك تقول له، الا اذا كنت انت شايف ان المباراه محتاجه تمشي 11 ضد 11. لا ده كلام مش تاني اهو، مش حقيقي. لا انا بقول لحضرتك اهو، لا كلام ما يصحش. ده ماشي، سوري مش حقيقي، ما يصحش، انا ما اعرفش، ما دخلتش جوه نيته. تمام يبقى احنا النهارده الطبيعي بعد هذا الكم من التحذيرات والبرامج والتدريبات اللي لجنه الحكام قالت ان هي عودت حكام عاليه، كوره زي اللقطه اللي احنا بنشوفها دي ببساطه اي حد لو جبناه يعني بيحب الكوره من على القهوه هيقول لك يا خبر ابيض ده ممكن يبطل كوره. فاكيد اكيد المختص هيبقى فاهم، شاف الحاله دي مليون مره قبل كده في التدريبات بتاعته وفي الكورسات وفي الحاجات. فده النقطه اللي انا عايز اقولها للناس، ان بكل امانه النادي الاهلي حاليا بظروفنا بكل الظروف اللي احنا مرينا بيها من في المواسم الاخيره، كورونا وكل حاجه، وحتى ايه لو خسرنا، لو ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر لنا ان احنا نكسب الدوري السنه دي اي سبب كان، احنا بنحترم الخساره ومعرضين للخساره، والنادي الاهلي مش بيكسب لا ممكن نخسر طبعا، لكن هنفضل نلعب لاخر دقيقه وهنفضل نحلل الامور عشان نبقى احسن، ونتمنى ان شاء الله باذن واحد احد ان كل واحد من منظومه النادي الاهلي يعمل دور، لان دي لعبه جماعيه. في اللعبه الفرديه بس مثل اخير، في اللعبه الفرديه يا جماعه، في اللعبه الفرديه كريم بقى له ساعه بيقول لك انا اسف والله، اسف والله، معلش انا متحمس والله النهارده، انا اسف. في اللعبه الفرديه يا كابتن اسلام، لو اللعيب اتصاب، لعيب اتصاب ممكن النادي كله يخسر، لعيب واحد، هي لعبه فرديه كده صح. اللعبه الجماعيه هو اساس الرياضي صحته صح. لو انت النهارده اللاعب ده مش واقف على رجله، انا بقيت عمرو السوليه مثلا تعرض لانتقادات فنيه، طب ما هو انت كجمهور انت مش عارف هو عنده جواه ايه، يعني بقى انت مش قادر يشيل ده يا عيني وهو بيعمل الباك باس. صدقني يا كريم اتفضل اسالني انا في مثل هذه الامور طبعا. مش انا يعني اسلام، اي لعيب كوره يعني طبعا. مش اسلام، اي لعيب كوره في الدنيا اساله لما بتبقى تعبان ذهنيا وعضليا وذهنيا يؤثر على عضليا بشكل كبير جدا طبعا. خصوصا ان انا عندي بيت وعندي عيله وعندي مراتي وعندي عيالي وعايزه مشاكل البيت كل الناس عندها، ما فيش حد ما عندوش صح. وكل الدنيا ماشيه بهذا الشكل، وبالتالي لما افكر او لما التركيز بتاعي يقل مليون في الميه هيجي لي اصابه عضليه. هنكمل كلامنا ولكن في اطار الملفات اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها وتخصيص الملفات. نعم. النهارده كان هناك اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي. نعم. خلينا نروح نشوف اهم القرارات اللي تم اتخاذها في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، وبعد هذه القرارات نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كريم سعيد واحمد ثابت. هذه تحيات لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. نستعرض مع حضراتكم في هذه الدقائق اهم وابرز قرارات مجلس اداره النادي الاهلي الذي انعقد بكامل هيئته اليوم وبرئاسة الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الثلاثاء 2 أغسطس. المجلس الحقيقة في البداية رحب بشركة الأهلي لكرة القدم التي حضر أعضائها جميعا
هذا الاجتماع، اجتماع مشترك الحقيقة برئاسة السيد ياسين منصور ومعه الدكتور مصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والكابتن علاء عبد الصادق عضو المجلس، وأيضا السيد عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم. في البداية بعد أن رحب الكابتن محمود الخطيب بجميع الحضور، تم استعراض الحقيقة الموقف المتعلق بشركة الأهلي لكرة القدم ومسؤوليتها تجاه الفريق الأول لكرة القدم وكل ما يتعلق بشؤون كرة القدم. وفي البداية وافق المجلس بإجماع الآراء، مجلس إدارة النادي الأهلي بإجماع الآراء، على تفويض الكابتن محمود الخطيب ممثلا عن الجمعية العمومية للشركة وممثلا لمجلس إدارة النادي الأهلي أيضا في التنسيق بين الشركة والنادي الأهلي، التنسيق الكامل في كل ما يتصل بجوانب إدارة شؤون كرة القدم. ثم استعرض الحقيقة استعرضت الشركة السياسات التي ستتبعها شركة كرة القدم فيما يتعلق بخصوص تسويق وبيع حقوق الرعاية والبث التلفزيوني، وكذلك آليات التي ستتبع أو الآليات التي ستتبعها الشركة في التعاقد مع الشركات أو الشركة العالمية الموردة للملابس الرياضية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وهي واحدة من كبريات الشركات العالمية، وأيضا رسوم الترخيص باستخدام العلامة التجارية للفريق الأول لكرة القدم، ملابس الفريق الأول لكرة القدم. ثالثا، تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بإدارة الشركة والتوصيف الوظيفي الكامل لكل عناصر الشركة وهيكلها التنظيمي. أربعة، تم استعراض السياسات التي ستستخدمها شركة الأهلي لكرة القدم وتوقعاتها أيضا بشأن التدفقات المالية خلال الفترة من 2022 إلى 2025. كذلك استعرض المجلس في اجتماعه مع شركة الأهلي لكرة القدم العلامة التجارية اللي هي الشعار الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، وكذا قطاع الناشئين وأكاديمية كرة القدم، وأيضا أكاديمية كرة القدم للسيدات، وقد اعتمد المجلس هذه الشعارات في جلسة اليوم. سادسا، الحقيقة أنه الشركة عرضت كافة التحاليل المالية والبيانات المتعلقة بنشاط كرة القدم خلال الفترة من 2017 حتى 2022. هذه البيانات وهذه المعلومات كانت لدى الشركة من حوالي 6 أشهر وكانت تقوم بدراستها. في هذه الجلسة عرضت الشركة التحليل الكامل لكافة البيانات المالية المتعلقة بنشاط كرة القدم خلال هذه الفترة ال5 سنوات الماضية من 2017 حتى 2022 وما يرتبط بها من عقود تجارية، وقدمت يعني تحليل كامل لكافة الجوانب المالية المتعلقة بالشركة. وقرر المجلس في هذا الإطار أن تتولى الشركة المسؤولية كاملة بمجرد الانتهاء من الموسم الرياضي الحالي ومطلع الموسم الرياضي القادم، مفروض أن هذا الموسم ينتهي في 31/8/2022، واستلام جميع الجوانب المتعلقة بنشاط كرة القدم، وكذا ودي نقطة مهمة اتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه إنجاز جميع العقود التجارية للموسم الجديد والعقود التسويقية أيضا. كل ما يتعلق بالعقود التجارية والتسويقية أصبح مهمة شركة الأهلي لكرة القدم، وستبدأ في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه العقود خلال الأيام القليلة المقبلة ومع بداية الموسم الرياضي المقبل إن شاء الله. سابعا، تم تكليف السيد عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم بحضور الكونجرس الخاص بالكاف والمقرر انعقاده في دولة تنزانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، والمتعلق بإجراءات دوري السوبر الجديد، دوري السوبر الأفريقي الجديد المزمع إطلاقه الحقيقة والنسخة الجديدة منه. عمرو شاهين يمثل النادي الأهلي في هذا الاجتماع. أيضا وفي خبر مهم وأخير وفي إطار الحقيقة التحضيرات التي تجري على قدم وساق،
اعتمد المجلس، مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم، الجوانب المتعلقة بهذه التحضيرات والمخصصات المالية المتعلقة بتجهيزات الأثاث والفرش لفرع القاهرة الجديدة، الفرع الرابع للنادي الأهلي اللي هيكون موجود في منطقة التجمع بمدينة القاهرة الجديدة، وأيضا الأثاثات الخارجية في الحدائق وخلافه ومنطقة حدائق وملاعب الأطفال، وفي اهتمام كبير بها جدا. وكذلك كلف المجلس الاستشاري الهندسي للفرع الرابع بالقاهرة الجديدة صبور للبدء في تشكيل لجان الاستلام، وعلى الفور الحقيقة اللجان بتعمل ليل نهار من أجل استلام هذا المشروع خلال يعني أيام قليلة. وقد بلغت استثمارات إنشاء الفرع الجديد للنادي الأهلي في القاهرة الجديدة ما يقرب من مليار وستة من عشر، مليار وستمائة مليون جنيه. من ضمن هذا المبلغ وهذه الاستثمارات قيمة الأرض اللي قام مجلس إدارة النادي الأهلي بسداد النسبة الأكبر منها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وده اللي يفسر الحقيقة يعني هذا المبلغ الكبير اللي تم استثماره. لكن اللافت والشاهد أنه تم إنشاء هذا الفرع الحقيقة طبقا لأحدث النظم والمعايير المتعلقة بإنشاءات الأندية الرياضية والاجتماعية، وعلى كل أهلاوي أن يفخر بهكذا فرع، هو مفخرة بالفعل تمثل إنشاء رياضي واجتماعي فريد ومتميز من حق عائلة النادي الأهلي وأعضاء الأهلي جميعا أن يفخروا به. إن شاء الله قريبا يعلن عن الافتتاح ونحتفل ونهنئ أيضا أعضاء عائلة النادي الأهلي الجدد المنضمين لعضوية النادي الأهلي، واللي هيرتادوا هذا الفرع في هذه المنطقة الساحرة بالقاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس قريبا إن شاء الله. كل الشكر لحضراتكم، دائما يبقى النادي الأهلي في المقدمة، ومصر هي الوطن والملاذ وهي المظلة التي تجمعنا. شكرا لحضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد، خليني اسالك عن اهم مكاسب دوري السوبر الافريقي. دوري السوبر الافريقي ده هيبقى مستحدث طبعا من السنه اللي هي من اغسطس 2023. أوكي. يعني دي اخر سنه، والسنه الجايه هتبقى دوري السوبر الافريقي. أوكي. طبعا مكاسب ماديه كبيره جدا، يعني البطل هياخد 11 مليون و600 الف دولار امريكي، وهو الاجتماع هيبقى في يوم من يوم 9 ليوم 11. لسه شايفين في القرارات ان المهندس عمرو شاهين هو اللي هيروح يحضر ممثل عن النادي الاهلي. طبعا 11 مليون و600 الف دولار ده رقم كبير قوي ان البطل هياخد البطوله دي، يعني ياخد الرقم ده كبير قوي. فطبعا كل الانديه الكبيره هتتجه الى البطوله دي. المفاجاه ان الكونفدراليه هتبقى اقوى من دوري ابطال افريقيا، هتبقى اكثر اهميه مش اقوى. يعني الكونفدراليه هيبقى ليها ربط بدوري السوبر الافريقي عن دوري الابطال. دوري الابطال يعتبر هيموتوه، هيعتبر على يمشي على النظام القديم اللي هو خروج المغلوب على طول، فهيموتوه. يعني مش هيبقى ليه قيمه زي دوري السوبر الافريقي اللي هو قيمته 11 مليون. طبعا دوري السوبر الافريقي ده هيتقسم، هيبقى 24 فريق عشان الناس برضو تكون فيها، 24 نادي. ال 24 نادي دول هيبقوا متقسمين من ثلاث مناطق. يمكن النهارده يلا كوره الزميل الاعلامي محمد سعيد هو اللي انفرد بالخبر ده، ان هم هيتقسموا ثلاث مناطق: وسط افريقيا وغرب افريقيا، وبرضو يعني الاثنين وسط افريقيا وشمال افريقيا. شمال افريقيا دي اللي هي فيها مصر وتونس والجزائر والمغرب، دول هيلعبوا مع بعض. هيلعبوا مع بعض 24 نادي يتقسموا 3 8 و8 و8، وبعد كده يصعد كام؟ يصعد خمسة من كل مجموعة، خمسة في ثلاثة بخمستاشر، وأحسن سادس فيهم يبقوا 16 نادي. وبالتالي المجموعة، حتى الناس اللي بتتكلم إن يبقى مجموعة واحدة قوية ومجموعتين ضعاف، المجموعة القوية دي هيصعد منها ستة. يعني مثلا هيبقى فيها مثلا الأهلي، الزمالك، الوداد، الترجي، يعني ست فرق، والست فرق قوية، وصن داونز مثلا. بس صن داونز هيبقى هناك، صن داونز تحت، هيبقى تبع الشمال، يعني اهلي وزمالك وداد. صن داونز هيبقى تبع الشمال؟ هيبقى لا، تبع الوسط بتاع افريقيا. الوسط احنا هنا هيبقى اهلي وزمالك وترجي ووداد وشباب بلوزداد مثلا وفاق سطيف. دول مثلا السته اللي هم هيبقوا يعني من الثمانيه. طب والصفاقسي ولا النجم الساحلي؟ الصفاقسي طبعا والنجم الساحلي على حسب يعني الفرق. الكوتا احنا خدنا في 19 كده. لا لا، هي الكوتا المغرب ليها ثلاثه، يعني الكوتا هي مفروض يعني المغرب حسب البطوله دي ليها ثلاثة، ليها ثلاثة، ليها بقية الدول ليها اثنين. يعني المغرب المغرب المنتخب على حسب برضو التصنيف، ان الانديه المغرب ليها ميزه ان هي تصنيفها في الثلاث، في التصنيف بتاعها اعلى تقييم في اخر خمس سنين، فحاطين الوداد والرجاء ونهضه بركان، دول هيبقوا موجودين في البطوله. فطبعا بعد ما يخلصوا المحل نهضة بركان ده، نهضة بركان تحديدا ابن صاحب المحل. ده معاه
فلازم مع الواسطه الكبيره لازم نحط التقييم. ها بعدين بعد كده يبقوا 16 هيبقوا ذهاب واياب، وبعد كده تفضل بقى نمشي زي ما احنا ماشيين كده مثلا في دوري ابطال افريقيا، وبعد كده يحددوا برضو النهائي على ملعب محايد من ماتش واحد. للاسف يعني ملعب محايد من ماتش واحد زي ما كنا دايما بنطالب فيه المباريات دي. فطبعا الاخير من كل مجموعه، يعني اللي هم ثلاث مجاميع كل مجموعه فيها 8 فرق، الاخير هينزل للكونفدراليه، وبطل كل مجموعه في الكونفدراليه هيتاهل هو للسوبر الافريقي. اوكي فاهم، زي موضوع دوري الامم الاوروبيه بالظبط نفس الفكره. فعشان كده الكونفدراليه هتبقى اكثر اهميه من دوري الابطال. ليه؟ لانها هتتربط بدوري السوبر الافريقي، لكن دوري الابطال خلصوا عليه يعني. خلصوا عليه بقى، في حد هيشترك في دوري الابطال كده؟ هيبقى في الفرق اللي مش هتبقى مثلا لو اهلي وزمالك راحوا السوبر هياخدوا الفرق الثانيه اللي بعدها يودوا الكونفدراليه، فده هيعمل عدد كبير من الانديه هتلعب في افريقيا. يعني حوالي 2 مثلا في دوري السوبر، وواحد او 2 في دوري الابطال، و2 في الكونفدراليه، يعني في 6 فرق في مصر. دوري الابطال هياخدوه على اساس ايه التقييم؟ التقييم برده على حسب التصنيف، هيبقى بالتصنيف، والفرق اللي راحت السوبر هتروح خلاص السوبر الافريقي. فاهم؟ يعني بواقي زي ما بيحصل دلوقتي. انت عامل ايه كويس؟ لا يعني ما اعتقدش ان قصد كده، يعني مثلا في مصر يبقى في 6 فرق تلعب في افريقيا؟ ست فرق زي دوري. ما هو انت عندك في اوروبا دلوقتي يا كابتن اسلام الدوري بتاع اوروبا، وعندك اليوروبا ليج، وعندك اللي هو الدوري كاس المؤتمرات. يعني انت عندك 3 بطولات، والانديه دلوقتي بتشترك يعني الدوريات في اوروبا. ده مثلا الدوري الانجليزي اعتقد احنا بنتكلم من المركز الاول تقريبا لغايه المركز السابع او الثامن بيلعبوا اوروبيا، لغايه السادس. لا لغايه الثامن. ما هو انت عندك اليوروبا ليج، وعندك دوري المؤتمرات ده يعني ممكن السابع والثامن. عندك اول 4 زي الكونفدراليه كده، او زي دوري ابطال اوروبا بقى. بيروحوا اول 4، بعد كده 2 بيروحوا دوري اليوروبا ليج، بعد كده دوري المؤتمرات. فبالتالي هو بيحاول ان هو يخلي الانديه تشترك اكتر، ما تبقاش انت بتسمع اسماء معينه. وحلوه برضو حته ان احنا كده عندنا تخوف بصراحه من مساله ان انت هتلاعب شمال افريقيا كلهم مع بعض وهم الجامدين. فكره انك تاخد 6 من 8 مش وحشه، مش قصه يعني، مش وحشه، مش وحشه، ده الطبيعي بصراحه. طيب هنكمل كلامنا مع حضراتكم، وهنروح لفقره التكتيك. فقره التكتيك زي ما حضراتكم عارفين هنشوف ايه اللي هيحصل في مباراه بكره ان شاء الله الاهلي وفاركو خلال الشاشه مع كريم سعيد واحمد ثابت، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ننطلق الان الى فقره التكتيك. اتفضل يا كريم. اتفضل. اول حاجه هنتكلم عليها على طول التحضير البطيء بتاع لعيبه النادي الاهلي في مباراه المقاولين، وده كان احد العيوب الموجوده. فنبص كده في بطء في الريتم في تحضير الهجمه من التحول للدفاع للهجوم، فاحنا حاسبين جايبين هجمه وحاسبين الوقت في عدد التمريرات، بطء طبعا في التحضير. لازم يكون بكره الاداء او المباريات الجايه لازم يكون يا جماعه في اسرع شويه في تحضير الهجمه، يكون الريتم اسرع من كده. بص كل ده لسه ما بنبني هجمه وعدينا اهو بنكمل 17 ثانيه 18 ثانيه لسه اللعيبه بتفكر. لازم يكون في اسرعة من كده شويه في تحضير الهجمه دايما وسرعه التحول، خاصه ان انت بقيت بتلعب فرق كلها متكتله دفاعيا، فهتفرق معاك سرعه التحول من الدفاع للهجوم وسرعه الريتم في تحضير الهجمه من الخلف بالظبط 32 ثانيه عشان لسه نبني الهجمه. فدي كده كليب بيوضح ازاي لعيبه النادي الاهلي عندها بطء في تحضير الهجمه. برضه يا كابتن اسلام الكره الثانيه اللي لينا في المباريات واضح ان هي فيها ازمه، ما زال النادي الاهلي في موضوع الكره الثانيه اللي بنتكلم عليها كتير. احنا بنلعب قدام فرق بتلعب بيه دفاع زون ديفنس وعندهم تكتل دفاع كبير، فلازم يبقى عندنا لعيب دايما بيفكر ان انا وانا بلعب من الكره الطوليه لازم 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 اتواجد في المنطقة اللي ممكن الكرة تنزل فيها، وبالتالي الكرة التانية واحدة من النقط المهمة جدا جدا وانت بتلعب كرات طولية. طالما قررت تلعب كرات طولية يبقى لازم تبقى معرف اللعيبة، واعتقد طبعا اللعيبة مرت بحاجات كتيرة من دي، ولكن بس ممكن عشان تاني احنا بنتكلم على الاجهاد الذهني والاجهاد البدني، فاحنا بس بنحاول نشير لبعض النقط اللي ان شاء الله يتم تداركها خلال المباريات القادمة بداية من مباراة فاركو باذن الله بكرة. نكمل من احد العيوب برضو الموجوده الضربات الثابته. نعم. صراحه بقالنا احنا جالنا ضربات ثابته كتير قوي وما بنجيبش منها اهداف، دي نقطه مهمه. خلي بالك في ظل اللي بيحصل كمان وفي ظل حاله الاجهاد اللي موجوده اعتقد الضربات الثابته من المفروض حل مهم جدا. حل مهم. بص حضرتك هنا كريم فؤاد بيحاول يشاور لهم نفسي نغير حتى قفشه. قفشه كان بيجيب ضربات ثابته في بيراميدز وهو كان شايط واحده، يعني قفشه كان شايط جه النادي الاهلي ما اعرفش الضربات الثابته يا جماعه مهمه قوي مهمه قوي. هنا من قناه الاهلي بنطالب بحته الضربات الثابته دي لازم تتحسن
في الفتره الجايه للنادي الاهلي ان شاء الله. ونسيب اوبشنز يعني انا مثلا انا جربت اثنين وربنا ما وفقنيش، ممكن صح. اسيب زميلي يجرب بحيث ربما يكون التوفيق محلفه. برضو واحده من النقط المهمه جدا يا كابتن اسلام، ضغط المنافسين على النادي الاهلي بقى واضح جدا. النادي الاهلي لما بيتضغط بهاي بريشر او ضغط عالي بيبقى فيه مشكله في الخروج بالكوره. نشوف مثلا هنا رمي التماس للنادي الاهلي من الشوط الاول، لعيبه نادي المقاولين كابتن محمد عوده اللي استقال منذ قليل من تدريب نادي المقاولين. وانا اسف يا كريم، ما هو بس هو ده اللي انا كنت دايما بقوله. أيوه. يعني انا لما اتكلمت عن مباراه بيراميدز الحقيقه يعني والناس كلها قالت لي اصل انت بتتكلم عن بيراميدز يعني هو بيراميدز هيفوت، ما بتكلمش على تفويت والكلام الفاضي اللي بيحصل او بيتقال ده. طبعا الكلام ده لا يصح، لان انا لما باجي اتكلم بتكلم على لعيبه كانوا في يوم من الايام زملائي او طبعا. هيبقوا انا كنت في يوم من الايام مكانهم يعني. أي. حتى لو ما اعرفهمش انا كنت في يوم من الايام مكانهم. ولكن هو ده اللي انا بقوله، يعني استقاله محمد عوده لان النهارده اداء نادي المقاولين العرب امام فيوتشر بعد الاداء العظيم اللي عملوه قدام النادي الاهلي النهارده اداء مختلف تماما، اقل من الناحيه الفنيه، اقل من الناحيه الخططيه، اقل من الناحيه القتاليه، وبالتالي استقال محمد عوده. نعم ده قدر الكبير يا كابتن اسلام، حضرتك يعني هو ده اللي انا بقوله. قدر يعني الكبير النادي الاهلي ان كل الفرق بتلعب قدامه بحماس وروح واندفاع باكتر 100 مره من اي فريق تاني، لانه بيبقى عايز يثبت نفسه. بالظبط. ونكمل اللعبه ونشوف ان النادي المقاولين عمل ضغط عالي على النادي الاهلي، وبالتالي اجبرنا ان احنا نرجع بالكوره للخلف ونبدا نعيد التدوير الكوره من الاول. وطبعا شوف حاجه مش عارفين نخرج بالكوره، فواحده من النقط اللي احنا عايزين نركز عليها ازاي نخرج بالكوره في الضغط العالي. وانا عارف طبعا 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 بعض الامانه النقط دي محتاجه ان اللعيبه تبقى ذهنيا وبدنيا في افضل حالتها. تعال نشوف لعبه ضربه الجزاء هنا. دي مش لعبه ضربه جزاء، هنسميها لعبه ضربتين جزاء. ايوه بص الحكم، نفسي حكم الفار كان فين في اللعبه دي. بص ده اللعبه دي فيها ضربتين جزاء، يعني دي اول واحده هنرجع واحده وقف ثواني، دي اول ضربه جزاء يعني اللعبه فيها ضربتين مش ضربه واحده. دي شد واضح جدا، مفيش كومبو. حاجه كومبو. بص واحده ثانيه اهي، لعبه فيها ضربتين جزاء يا جماعه، ضربتين جزاء والحكم فين؟ يعني بص مكان الحكم فين، واقف وشايفها وحكم الفار عامل مش شايفها، وفي الدقيقه 96 يا جماعه. يعني مش لو النادي الاهلي كان كسب كان زمانتنا وضعنا افضل في المنافسه. يعني ليه يبقى في لعبه بالشكل ده ضربتين جزاء للنادي الاهلي في لعبه واحده، غير حاله طرد، غير هي ضربه جزاء ما بيتمش اعادتها عشان اللعيبه دخلت اربع حالات تحكيميه، غير الهدف المشكوك في صحته اللي هو الهدف اللي جابه النادي الاهلي اللي انا شايفه هدف صحيح كمان، خمس حالات تحكيميه في ماتش واحد، كارثه. اخيرا بس كابتن اسلام، بس انا عايز اقول حاجه قبل ما يعني ننهي الحلقه ان شاء الله، ان في عندنا نقطه انا شايف النقطه ايجابيه، وهي منذ تحول سوارش للعب بطريقه 3 4 3 بدايه من الشوط الثاني قدام نادي الزمالك في مباراه الكاس، دي اول شوط اول وقت هو لعب فيه 3 4 3. اوكي. لعبنا نادي الزمالك شوط كامل 3 4 3، لعبنا نادي الجونه ماتش 2 0، لعبنا نادي المقصه 1 0، ولعبنا نادي المقاولين. ثلاث مباريات وشوط نادي الزمالك لم يتم تسجيل اي اهداف في مرمى النادي الاهلي خلال ثلاث مباريات وشوط. فاللي عايز اقوله ان الطريقه دي وانا يعني مبسوط ان هو مكمل عليها، الطريقه دي مأمنانا دفاعيا، كل بس احنا عايزين نعمله، واتمنى هو يعني يقنع بيها اللعيبه، اذا قدرنا في الاشواط الاولى للمباريات نشيل الضغط اللي احنا عليه بهدف تقدم، كل الضغط بيبدا يقل عليك بنسبه كبيره جدا. ليه؟ لانك بتجبر الدفاعات الفرق اللي قدامك ان هي تلعب مفتوح ان هو محتاج يتعادل. فانك تلاعب فريق بيلعب 4 2 3 1 في وقت مختلف تماما انك تلاعب فريق بيلعب 6 3 1 ومرصوص لك بخط الدفاع. ودي نقطه شبيهه لنقطه الاخطاء التحكيميه اللي هي ايه بالظبط؟ النادي الاهلي ما يستحملش برضو بدنيا في الوقت الحالي انه يكسر دفاع 6 3 1 لمده اكتر من 70 دقيقه، ده امر محتاج جهد بدني. ان احنا بنلعب كم كرات عرضيه كتير قوي، وزي ما احمد قال برضو محتاجين نستغل الكرات الثابته. بس لو احنا كنا ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في ركله الجزاء علي معلول في الشوط الاول كنا الموضوع كان الشكل كان اختلف، لكن الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. في الاخر برضو اقول ان احنا كلنا ثقه في النادي الاهلي وفي مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، كل الدعم للناس دي، الناس دي عندها من الخبرات
ما يكفي ان في ان هي تعرف تدير الازمه وتدير الموقف الموجود، عندها خبرات كبيره جدا. وشفنا قبل كده، وشفنا قبل كده زي ما حصل والناس وقفت قبل كده لما خسرنا الدوري تقريبا، وبعدين الناس وقفت. النظره الشهيره والقعده الشهيره للكابتن خطيب وهو مربع ايده وبيبص في مباراه سان داونز، مباراه سان داونز وقدرنا نرجع. فده النادي الاهلي، قدر النادي الاهلي ان انت بتيجي وقت الازمات بتحصل، طبيعي ان هيحصل لك. مفيش فريق بيكسب على طول. المانيا في 2014 في كاس العالم اللي بعدها خرجت من دور المجموعات، ريال مدريد بعد ما اخذ دوري ابطال اوروبا 3 مرات برضه حصل فيه نفس الكلام. فاحنا كامل الدعم لمجلس الاداره وكامل الدعم للنادي الاهلي كله، وجماهير النادي الاهلي كلها تقف ان شاء الله واقفه كلها ورا النادي الاهلي في الفتره دي. في الفتره دي بيبان فعلا معدن الناس اللي بتحب النادي الاهلي والناس اللي بتستغل العثرات في الفتره دي عشان تخلص بعض الحاجات الموجودة القديمة أو بعض الرواسب. ففي النادي الأهلي، فإحنا في الفترة دي كلنا إن شاء الله ورا النادي الأهلي، ودايما بيقول لك كده في الهزيمة يزداد لك عشقا. في الهزيمة نزداد لك عشقا. لكن أنا جات لي يعني حاجة غريبة جدا، وحاجة أنا برضو معلش قبل بس ما أقفل الحلقة، لأن دي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي كلنا بنتكلم فيها، والناس تطلع تقول أصل إسلام أنت بتبرر سوء الأداء وبتبرر مش عارف إيه. بص حضرتك، وده تصريح على في الجول، جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بيقول ايه؟ لعبنا مباراة منذ 3 أيام وسنخوض أخرى في الجونة بعد 3 أيام، واللاعبون لا يتحملون هذا الضغط، والآن نتصدر المسابقة ومتبقي لنا 6 مباريات. هو مين اللي بيقول الكلام ده؟ مدرب نادي الزمالك، مش الاهلي، مش حد في الاهلي يعني. ماشي. بعدها على طول في الجول تاجيل مباراه الزمالك والمقصه بالجوله 30 للدوري المصري لمده يوم واحد لتقام يوم 9 اغسطس بسبب اصلاحات في استاد القاهره. عشان يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم يعني اصلاحات ايه اللي في استاد القاهره؟ هو الماتش هيتلعب في القاهره ولا هيتلعب في حته تانية؟ عشان هيرجعوا هيبقوا راجعين من الجونه وفرق 3 ايام، فعايز اخليها 4 ايام. الغردقه يوم الجمعه عندهم، لا فرق 3 ايام، فعايزين يزودوا اليوم. خلصت الموضوع، يومين 3 ايام بالظبط. ما فرق، ما هو يوم الجمعه هيلعب ماتش في الغردقه، ربما هيبات مش هيمشي بالليل، فهيمشي الساعه، عايز يزود يوم، عايز يديهم يوم راحه. فده ملخص الموضوع يعني. انا بس بوري لجمهور النادي الاهلي هو ايه اللي بيحصل. انا بوري حضراتكم ان كل الناس بتشتكي من الاجهاد، وفي ناس لما بتقول ان انا مجهده احنا بقى لنا. لا بس مش كده يا كابتن سلام، لا فضل. اجل اليوم، اجل اليوم، بس طالما ان انت النهارده في اخر اسابيع. لا معلش، انت جاي على اخر اليوم. لا طب النادي الاهلي كنت اجلت الدوري كله كريم اسبوعين عشان خاطر تريح لعيبه النادي الاهلي. انا عارف، انا فاهم ان هو هيقول كده. اجل يوم، اجل لكله، هياجل يوم للناس كلها. ولكن طب انت، احنا بقى لنا قد ايه بنلعب كل يومين ماتش يا كريم؟ النادي الاهلي ما تزعلش مني يعني. النادي الاهلي بقاله منذ ان انتهت مباريات كاس العالم في الانديه وبعدها نهائي دوري الابطال مع الوداد وخسارتنا لنهائي دوري الابطال، انا مش متذكر ان في حد فينا ريح لمده يوم ولا حاجه. كل اسبوع تلعب ماتش واثنين وثلاثه، ماتشين بالكثير يعني في الاسبوع ماشي. فهو ده اللي انا بقوله لك، ان انا من بعد نهايه دوري الابطال وحتى الان انا حضرتك لساني ده الدلدل علشان اقول يا جماعه احنا بقالنا كتير قوي بنلعب كل يومين وثلاثه ماتش. انت فاهم انا قصدي ايه ولا مش فاهم؟ صحيح. انا بتكلم اهو على المدير الفني نادي الزمالك، اللي هو نادي الزمالك ده اللي خرج من دور الثمانيه، يعني لا يعاني من اي اجهاد، وخد 40 يوم ولا 30 يوم 45 يوم في الاجازه الطويله. لا دور الثمانيه ايه؟ دور المجموعات. دوري المجموعات انا اسف كمان. وبيقول لك اجهاد، فما بالك بالنادي الاهلي اللي بيلعب كل يومين وثلاثه؟ ولماذا يتم تنفيذ هذا الكلام واحنا بقالنا شهر ولا شهر ونص ولا يمكن اكتر منذ نهايه مباراه الوداد لغايه دلوقتي ما حدش بيقول حاجه؟ فهمت انا قصدي ايه ولا ما فهمتش؟ لا، وتاني يوم التصريح، هو تاني يوم التصريح، وعشان كده تاني، عشان يعني ايه تاني، انا اخش في النوايا. انت اجلت يوم نادي الزمالك عشان تريح الفريق، لانه عائد من الغردقه ومسافه طويله. لا كريم، انا مش بتكلم في ان هو عائد من مسافه، ما هو هياجل لك انت كمان يوم، بس هو ما اجلش غير كابتن اسلام بيتكلم. انت بتلعب في الشهر من 8 لـ9 ماتشات، اكتر نادي في مصر وافريقيا بتلعب ماتشات، مفيش نادي بيلعب 9 ماتشات في الشهر. هو في الشهر ده كده في الدنيا؟ انت الشهر كل فرقه في العالم يا كريم بتلعب كده؟ مفيش. لا مفيش. ده الناس اتضغطت شويه، نادي الزمالك او غيره يعني اتضغط شويه
زائد طلع قال لك انا تعبت مش قادر. امال احنا اللي بقالنا يعني قد ايه من نهائي دوري الابطال ده كان يوم كام؟ نهائي دوري الابطال بقالنا شهرين مثلا 30/5 على ما اتذكر، ومن قبليها والله قول من نهائي دوري الابطال مش هقول لك من قبلها، مجال المونديال لغايه دلوقتي المونديال بنلعب 3 ايام كل انت بتلعب في الشهر 8 او 9 ماتشات، امور غريبه جدا جدا بتحصل. وبعدين ما هو السؤال بقى، ما هو انا كمان بعد ما عرفت لو الاهلي ان شاء الله ربنا كرمنا وصلنا نهائي دوري نهائي الكاس هتلعب يوم 15/9 على ما اتذكر يعني طيب الدوري هينتهي 30 يعني الناس ولا هتلحق تاخد اجازه اللي هي عارف عارف الاجازه اللي هي مش اجازه واجازه وعندك سوبر وعندك سوبر في بدايه شهر 10 مش هتعرف تاخد اسبوع مش هتعرف تاخد يعني هترجع اسبوع قبل الماتش فمش هتعرف كمان. فانا رايي طب ما خلاص كنت اجلت الماتشات دي كمان بقى واديت للناس براح كل 4 ايام ولا كل 5 ايام لغايه 15/9 15/10 حاجات يعني كان ممكن تجد حلول اخرى طالما كده كده الدوري او انا اسف الموسم مستمر ل 15/9 ما انت كده كده لو ربنا كرمك وكسبت مباراه المقصه في دور الثمانيه هتصل للدور قبل النهائي، لو ربنا كرمك في الدور قبل النهائي هتصل لكاس نهائي كاس نهائي كاس مصر احنا 16 مش احنا 16 ماشي يا سيدي المهم يعني لو خلصت هذه المباريات ووصلت للنهائي طب ما انت هتلعب لغايه 15/9 كان ايه المشكله بقى لما تعمل ترحل اسبوعين ترحل اسبوع ولا 10 ايام كمان بدل ما انت بتعمل يعني انت هتلعب في 9 ايام هتلعب 4 مباريات طب ما تخليهم في 12 يوم والعب 4 مباريات اللي هي كل 3 ايام مباراه حرام ولا مش حرام؟ هو ده اللي انا بقوله طبعا مستحيل لكن انا مش قصدي ان هو هيأجل ما هو لازم هيأجل النادي طالما أجل الزمالك هيأجل الاهلي وهيأجل نعم حضرتك متأكد انا لو لا ده لو ما حصلتش بقى دي تبقى مش هتحصل مش هتحصل ازاي؟ مش هتحصل مش هتحصل ازاي؟ لا هيأجل طبعا انا مش طالع انا الحقيقه مش طالع بكره بس انا ممكن اطلع مخصوص بكره لو انا بقول حاجة اهو ده خلي بالك احنا لغايه دلوقتي طبعا احنا بنتكلم بارقام المنافسه ما زالت موجوده في الدوري ما بين 3 انديه الزمالك وبيراميدز والاهلي دلوقتي انت اجلت يوم للمتصدر حلو بداعي وجود اصلاحات في الاستاد هذا الامر يؤكد مفيش يعني مفيش تكفى فرص خلاص انت اديت يوم راحه زياده لان هنا النهارده ممكن نادي بيراميدز لسه خسران والنادي الاهلي يقول لك لا ما هو برضو الاجهاد انك تلعب ماتش يوم الاثنين بدل يوم الثلاث كان ممكن يدي المساحه لنادي المقصه يعطله ممكن خصوصا كمان نادي مصر المقصه لسه خسران من الاهلي 1-0 يعني بالعافيه فطالما ان انت النهارده بترسي مبدا تكافؤ الفرص زي ما عدد المباريات المفروض اخذ 3 اسابيع معاد الماتشات كلها في وقت واحد انت هنا اخرت يوم اليوم اللي انت اخرت لاي سبب كان طبعا انا عارف الرد اللي هيطلع يتقال يا جماعه اصل الاستاد فيه اصلاحات ودي استاد بيتروسبور ولا الكليه الحربيه لا 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 انا معاك لا انا معاك لا عندك 4 استادات لا النوايا صادقه والنوايا جميله كل حاجه وفي اصلاحات في الاستاد اوكي مفيش مشكله لازم بقى نادي بيراميدز من حقه انك تاخر له ماتش يوم والنادي الاهلي برضو تاخد له ماتش وتاخر له يوم وترجع من الاسبوع الجاي الدنيا تمشي ايه طبيعي ده الصح لكن بعد ايه يا كريم ما هو خلص عليك مش هيعمل انت بعد ايه بقى خلص عليك ده اللي انا بقوله ده بس حاليا يا كابتن اسلام لسه لا لا نلعب في فرق دلوقتي المفروض منطقيا 5 نقط لا لسه نلعب انا مش بتكلم على انا بقول لك بعد ايه بعد انا بقالي شهرين بلعب كل يومين ماتش ولا كل 3 ايام ماتش كل 3 ايام بلعب ماتش وبلعب مع انديه كبيره امال احنا كنا بنتكلم في اول الحلقه على وحضراتكم اتكلمتوا على كميه الاصابات دي ليه؟ امال احنا كنا بنتكلم على ايه؟ امال احنا كنا بنتكلم على الاجهاد العام اللي بيمر بيه النادي الاهلي ليه؟ والمزق والكميه المزق اللي احنا كنا طلعناها دي طلعناها ليه؟ ما هو عشان الكلام اللي احنا بنقوله ان انت بتلعب كل يومين او 3 ماتش وهنا لما نادي الزمالك هنا بناء على الكلام بتاع فريرا ترجع تقول هذا الموضوع بهذا الشكل وفريرا بيتكلم صح على فكره هو فريرا بيتكلم صح فريرا بيتكلم صح فريرا بيتكلم من الناحيه الرياضيه لا ومن الناحيه الرياضيه بيتكلم صح ما هو نفس هو نفس الكلام واحد على اساس ان سواريش ما كانش بيتكلم على اساس ان موسيماني ما كانش بيتكلم صح لا يعني هم كل الناس دي شغاله والناس دي كلها عندها خبره في المجال عشان بس الناس تعرف ان احنا ما بنحطش يعني حجه او مبرر ولكن اللي انا عايز بس نقف عنده عشان الناس تركز فيه والناس ما تتوهش السؤال لجنه المسابقات هتأخر يوم للنادي الاهلي وهتأخر يوم لنادي بيراميدز من الاسبوع الجاي ولا لا؟ يعني احنا مثلا هنلعب يوم الاربع عندنا الاربع ماتش فاركو وعندنا مصر المقصه يوم الحد ده كاس السؤال هنا بقى الفتره دي
انت ممكن تقول النادي الاهلي العب الكاس يوم الاثنين مثلا، هل ممكن بقى ماتش الدوري بعد الكاس في اعطاك ماتش دوري، هل هتاجله لي يوم عشان انا برضه اشم نفسي زي ما انت عملت ليه منافس؟ حتى ايفل لو كان المبرر ما كانش من عنده كان اصلاحات في الاستاد. انا بصراحه بقول ده العدل، ولكن 99% ده مش هيحصل. خلينا ننتظر ونرى ماذا سيحدث خلال هذه الفتره. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، شكرا لك معانا، شكرا جزيلا كريم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا ان شاء الله مباراه النادي الاهلي امام فاركو في تمام الساعه 9 قبل المباراه بساعتين ان شاء الله، للاستوديو التحليلي في قناه النادي الاهلي هيكون مع حضراتكم على الهواء مباشره، والكابتن ايمن شوقي هيكون مع حضراتكم لنقل كل ما حدث قبل بدايه هذه المباراه الهامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوف حضراتكم قريب ان شاء الله.